شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا كونكشن ما بين الاكليبس والاكليبس والتوموكات، تمام، و شفنا الدنيا ماشيه ازاي، وضفنا الاباتشي للاكليبس وكل حاجه تمام. انا قفلت الاكليبس برضو عشان اوريكم حاجه. انا عملت اوبن الاكليبس، كل شويه هيقول لك حدد لي ورك سبيس، فانت ايه اعمل كليك على الشيك بوكس ديت عشان ما يجيبلكش تاني، واعمل لونش، تمام، هيعمل لونش كل حاجه. المفروض في الفيديو ده هننزل الجارز بتاعت السبرينج. ايه الجارز بتاعت السبرينج ده يا عم؟ هقول لك انت واحد يعني وصلت سبرينج، فانت عارف ان في حاجه اسمها جارز. الجارز دي بتستخدمها عشان تقدر تستخدم الايه، الشيء اللي انت ايه شغال بيه. يعني مثلا انت لما كنت شغال ماي سيكوال، مش كنت عشان تربط ما بين الماي سيكوال والجافا بتنزل الكونكتور اللي هو الجار وحاجات تانية كتيرة. انت لو كنت مثلا بتستخدم حاجه مثلا زي الستريمز، او حاجه زي مثلا زي ايه، زي مثلا لو بتستخدم هايبرنيت، لما انت شغلت هايبرنيت او ار ام وجي بي اي برضه نزلت الجارز وضفتها وهكذا، فدي الجارز. فاحنا محتاجين ننزل الجارز بتاعتنا. فانا في رحت على الموقع بتاع الريبو بتاع السبرينج، طبعا هسيب لكم برضو ايه اللينك ده في الديسكريبشن تحت. هروح خلينا ناخد الفيرجن اللي هو 5.2.9، تمام اهو، وننزل الديست يا جماعه. خلي بالكم ننزله الديست، تمام. هقول له حسنا، هينزلها لي، تمام، بينزلها لي اهو، تمام. هنستنى 15 ثانية، تمام، 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0، تمام اهو. هفتح فتح المجلد، نزل فين؟ نزل في الايه، في الاكليبس، في الورك سبيس. انا اصلا حددت المكان انه ينزل في الاكليبس، تمام. هعمل خلينا احطوها جوه الاي دي اي بالمره اهو. حدد المكان زي ما انت عاوز يا جماعه، تمام. ده اهو هعمل اكستراكت هير، تمام، هيعمل اكستراكت، هوقف لما يخلص، تمام. فهو خلص اكستراكت، هنخش على السبرينج، تمام اهو. ده الفولدر اللي ايه اللي عمله اكستراكت. هخش على ال اي بي اس اهو، ده كل الجارز بتاعت الايه السبرينج. كده يا جماعه احنا نزلنا الجارز بتاعتنا وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. وان شاء الله هسيب لك لينك اللي هو بتاع الريو بتاعي بتاع السبرينج عشان تنزل برضه انت كمان الجار. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو مفيد، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.